تمكنات هذه واحد عدد ديال السنوات تلقاو لا السكينه ديالها ولا الزوار ديالها واحد الصعوبه في ايجاد فضاءات للترفيه في العطله الصيفيه وفي باقي العطل. كي كتعرفوا جميع تتفتقد المدينه للحدائق عموميه، كتفتقد المسابح العموميه اللي تكفي السكان، كتفتقد كذلك حتى الاماكن ديال الترفيه اللي عموميه ممكن الناس يخرجوا ليها الوقت اللي برد الحال او لا. فلذلك لقوا بان الاطفال في عطله ديال الصيف تلقاو واحد الضيق كبير، واحد الغياب ديال المتنفسات، وهذا هذا هذا امر يعني ملحوظ حتى الزوار ماشي فقط للساكنه. بالنسبه لي شخصيا انا ارتأيت انني هذه السنه ديما نسافرش، لان حتى المدن ديال 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 اللي فيها الشاطئ وغيرها كتعرف واحد الاكتضاض واحد الكثافه وواحد المضاربه على محلات الكراء وغيرها. فاعتقادي ان يلزم التخطيط لايجاد فضاءات للترفيه وفضاءات للخروج السكان وقضائهم عطلتهم الصيفيه في مدينه مكناس في جميع الاحياء. اكثر من هكا حتى داك المعالم السياحيه اللي كانوا كيخرجوا ليها مكانسه هي الان مغلوقه بسبب الصيانه. شفنا صهري الصواني مسدود، الابواب العتيقه كترمم، العمليه طالت 3 سنين. والساكنه ديال مدينه مكناس عندها مسبح بلدي واحد، شفتوا العدد ديال الناس اللي كيدخلوا ليه. كتبقى داك الفضاءات الخاصه هي فضاءات واش في متناول جميع المواطنين، هذا نقاش. تتبقى فضاءات اللي الولوج ليها تيكون بثمن غالي شويه، وبالتالي تنظن انه الساكنه ديال مدينه مكناس عندها مشكل ديال العطله ديال فين تقضي العطله ديال الصيف ديالها. نعم، بالنسبه لي انا ما لقيت صعوبه صراحه في هذا الصيف هذا، يعني المسابح ما بقاتش كيف ما كانت، يعني مسبح واحد هو اللي خدام، مسبح عمومي. يعني كاين شح في هذه النقطه هذه، واحد كيبغي يخرج وليداته يتسارى ما كيلقاش، خصو يمشي يعني يقطع مسافه كبيره باش يلقى هذا المبتغى ديالو. انا كمغربي كنجي لمكناس كنبغي نشوف ذاك المناطق التاريخيه. هذا العام جينا تصدمنا وانا داخل مكناس لقيت كل شيء كيترمم، يعني داك الواجهه ديال مكناس تحيدات. يعني حنايا كتجي باش تلقى تشوف باب منصور، تشوف داك الاسوار، يعني ما كاين ناقصه هذا العام هذا، يعني شي حاجه ناقصه في المدينه. وقلت لك باش الترفيه خصنا حدائق عموميه، خصنا مناطق خضراء، خصنا حدائق فيها العاب يلعبوا فيها الدراري. هذا الشيء ما كاينش صراحه. انا بالنسبه لي انا خرجت خرجت للمدينه، لان كان هذا العام الصهد كما كتعرفوا، واحد خرج مشى لمدينه ساحليه شويه يعني رفع على راسه شويه مع وليداته. الجماعات المتعاقبه على مكناس، يعني الجماعات المحليه المتعاقبه على مكناس، ما عطاتش الاهميه القصوى الفضاءات ديال المواطنين يعني والمواطنات فين يمكن يقضيوا الوقت ديالهم وهذا هو اللي خلى الخصاص باين وكبير بزاف. وكنشوفوا بان مثلا انا كنتذكر كنا كنجيو للمسبح البلدي، كان المسبح البلدي في واحد الوقت كان يستوعب الشباب، حنا كنا صغار كنتذكروا كنا كنجيو كان يستوعب، كان شويه ديال الاكتضاض، ولكن دابا راه ما كيستوعبش حتى حاجه من داك الشيء. والمسابح الثمن ديالها حنا كنا كنجيو لهنا بدرهم ونص باش كنا كندخلوا للمسبح، دابا المسبح طلع الثمن ديالو. يعني الا بغينا نقولوا انه الا بغينا نقولوا القدره الشرائيه ديال المواطنات والمواطنين عرفت واحد لا ديغراداسيون، يعني ما يصعب انه نقولوا بان راه كاين فضاءات لاستقبال المواطنات والمواطنين، لان شحال الثمن باش غادي يستقبلوا هاد المواطنات والمواطنين. زيد على هذا ان مكناس تاريخيا كانت كتستوعب المواطنات والمواطنين ديال النواحي، بوفكران، الحاجب، دخيسه، ويسلان، زرهون، ودابا العدد السكاني ديال اقليم مكناس كامل بهذه الجماعات المجاوره لا راه طلع بواحد طلعه صاروخيه، وبالتالي زعما سميتو بسرعه ولا بطريقه باش راه كدار الفضاءات، راه فضاءات كدار بواحد السرعه ضعيفه بالنسبه للعدد ديال السكان.
التفكير مثلا في اطار مجموعات الجماعات على مستوى مكناس، على مستوى مثلا الجماعات المجاوره، في خلق فضاءات ربما ويكون تدبير مشترك وتكون مدير للدخل لفائده الجماعات كامله. هذه فكره ديال مجموعات الجماعات، هذه فكره ممتازه، ولكن دابا هذه كتوقف على الشروط ديال المجالس المكونه لاقليم مكناس، لان كيخص لان القانون 113 14 كيعطي هذه الفرصه ديال انه تخلق مسابيح. وهذه غير هو كاين القانون 111 14 و 100 سميتو ديال الجهات، لان المسابيح خصك ديرها بشراكه مع الدوله والجهه، وهذه كتطلب واحد، لان ما تنساش بان راه المساطير راه طويله، راه حتى الا بغيتي دير هذه المسائل هذه راه خصك واحد شويه ديال الوقت، وخصك البرمجه، وخصك تدخلها في البلون ديال الا بغينا نقولوا البرنامج ديال الخمس سنوات ديال الجهه وديال الجماعه. وهذه فكره مزيانه، هذه يمكن نفكروا فيها احنا، انا كمستشار جماعي بوفكران يمكن نفكروا فيها، لما لا؟ احنا بوفكران راه كنفكروا دابا انه غادي نديروا مسبح، لانه هو عندنا احنا درناه صدقنا عليه شي عامين ولا ثلاث سنين هذه، ولكن يمكن نخرجوه للوجود. حنا كنشتغلوا على هذا الملف ديال المسبح، غير هو كيخص يكونوا مسابيح بزاف، وخاص الدوله ديال خص تكون مسابيح عموميه باثمنه يستطيع المواطن الولوج اليها، لان راه الاشكال راه ماشي المسابيح ما كايناش في مكناس، كاينه مسابيح ولكن خاصه. واش ملي كتلقى المسبح ب 200 درهم كتلقى المسبح 150 درهم، واش المواطن غادي يقد مثلا انا عندي جوج بنيات، واش غادي نجيب جوج بنيات المسبح ب 300 درهم واللي غيدخل معاهم 300 درهم 9000 ريال في النهار؟ ان هناك هجوم الاسمنت بدون مراعاه المجالات الخضراء، المسابيح كانت بعض المسابيح في المتناول بأثمنة تناسب القدرة الشرائية لساكنة مكناس، فإذا بنا نفاجأ أن أصبحت أثمنة خيالية، مما يستحيل أن ترتادها الساكنة. هناك مسبح بلدي واحد أصبح مكتظ وغير فضاء، أصبح غير رحب، مما يستدعي تدخل السلطات لإنشاء مسابح تستجيب للقدرة الشرائية للمواطنين. وكذلك بالنسبة لواد بوفكران الذي أصبح وادا جافا، وكذلك واد أصبح ملوة بالنفايات التي تلقى فيه من مدينة بوفكران، ويجب أن يكون هناك تدخل عاجل من أجل إعادة الرونق الذي كانت مدينة مكناس تحتضنه، وأن تكون مدينة استقطاب. الآن لاحظنا أن أبناء مكناس وساكنة مكناس تتوجهون نحو الحجب للاستجمام، وهذا في الحقيقة يحز في النفس، لأن مدينة مكناس كانت هي التي تستقطب المدن المجاورة، منها مدينة فاس، الحاجب إلى غير ذلك، والآن أصبح العكس. فنتمنى أن تعود الأمور إلى نصابها، وكذلك المآثر التاريخية الآن تعرف ترميما، ولكن هذا الترميم في الحقيقة هناك تأخر، في حيث أن الآن يجب أن تكون الأشغال قد انتهت ليستمتع سواء السياح المحليين أو السياح الأجانب أو الوافدين، وخاصة الجالية المغربية من هذه المآثر التاريخية.